أهلا بحضراتكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021. إحنا عندنا مجموعة من الموضوعات ومجموعة من الأخبار. النهاردة حلقة دسمة لأنه طبعا زي ما قلت لحضراتكم من يومين أنه زيارة السيد الرئيس للمجر واجتماعه في كلمة مهمة بقمة دول تجمع فيشغراد مع مصر، ولقائه بالرئيس المجري، ثم لقائه بالمنصب السياسي الأول فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري. وده اللي حصل النهاردة بقى، وكان فيه مؤتمر صحفي وكان فيه كلام كتير مهم. عشان كده النهاردة هيكون معانا لبحث هذه النتائج الخاصة بمشاركة الرئيس في قمة فيشغراد مع مصر، هيكون معانا دكتور سارة كيرا الباحث في الشأن الأوروبي ومدير المركز الأوروبي الشمال إفريقي. الحمد لله عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد زيارة للمجر، كان أهم محطاتها معانا خلال الأيام الماضية والنهاردة. وأول الأخبار اللي أحب أستعرضها مع حضراتكم النهاردة هو وضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الظهور بالنصب التذكاري بميدان الأبطال في بودابست، والاحتفال مع الجيش المجري بالجندي المجهول وأبطال الحروب المجرية والقوات المسلحة المجرية في لفتة إنسانية طيبة. الخبر اللي بعد كده مشاركة السيد الرئيس بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء المجري، وهنشوف مع بعض خلال فقرة الأخبار كلمة السيد الرئيس في هذا المؤتمر وأهم ما جاء بها و الموضوعات الرئيسية اللي تناولها مع رئيس الوزراء المجري في المباحثات اليوم. وزي ما قلت لحضراتكم ان رئيس الوزراء في المجر هو الشخصية الرئيسية السياسية الأولى، اما الرئيس طبعا في النظام الوزاري بيبقى كده وزي بريطانيا كده، اما الرئيس او الملكة في بريطانيا فبيكون مسؤول عن العلاقات الخارجية وبيكون منصبه يعني في درجة شرفية أكبر بكتير من رئيس الوزراء. خبر اللي بعد كده جهاز الإحصاء بيقول إنه إحنا زدنا 500,000 نسمة خلال 100 يوم، يعني 500,000 طفل اتولدوا في 3 شهور. الحقيقة يعني موضوع ده لابد أن يدق نقوصا جديدا لأخطار كثيرة لمستقبل مبهم إذا لم نعرف كيف نستثمر هذه الزيادة ونرشدها. من جهة نرشدها لابد أن نعمل على تنظيم النسل بشكل يعني كبير جدا جدا، وإحنا كإعلاميين مقصرين خالص في الموضوع ده. ومن جهة الاستثمار لابد أن نعي أن هذه الزيادة لابد أن تتحول إلى مركز قوة بدلا من أن تكون نقطة ضعف، لأنها بتزود السوق الاستهلاكي اللي بيستوعبه الشعب المصري، لكن في نفس الوقت عايزة شقق، عايزة مدارس، عايزة مستشفيات، عايزة طرق، عايزة غاز، عايزة كهرباء، عايزة تليفونات، عايزة شبكات محمول، عايزة تقوية لكل شيء لكي يتم استيعابها. 500,000 نسمة في 3 شهور رقم كبيرة جدا يا جماعة. الرئيس كان امبارح في المجر بيقول لهم يعني 40,000,000 في بولندا وعشرة عشرة عشرة على المجر والتشيك والسلوفاك، يعني 70,000,000. عايز أقول لهم التجمع بتاعكم ده يعني 1/3 الشعب بتاعنا مثلا أو حاجة زي كده. آخر خبر أحب أستعرضه مع حضراتكم عن مهرجان الجونة السينمائي اللي حصل حريق النهاردة في القاعة الرئيسية في للمؤتمر اللي هيتعمل افتتاحه بكرة بإذن الله بدون تأثير لهذا الحريق على يعني ولا خسائر بشرية ولا أشياء لا يمكن تعويضها. الحمد لله تم يعني استعادة كل شيء
وأنا مش هتكلم عن الناس اللي فرحانة ولا مبسوطة ولا الهرتلة اللي على السوشيال ميديا. أنا هقول ما أقوله دائما، أن كل إنسان مسؤول عن تجاوزاته، أما الفنان فيقدم للوطن دورا جليلا عظيما راقيا. وإذا كان في فنان بيغلط هو مسؤول عن تصرفاته، زي اللي غلطانين وفرحانين فاكرين انه ده انتقام من السماء علشان ما اعرفش ايه، يعني كلام يعني الحقيقه لا يرقى لانه ناقشه اصلا. لكن هيكون معانا مداخله مهمه حول هذا الموضوع، تعالوا بينا نروح لتفاصيل الاخبار. اهلا بحضراتكم معانا لتفصيل الاخبار، نبداها من وضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما قلت لحضراتكم في مقدمه الحلقه واستعراض الاخبار، لاكليل من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال ببودابست. وطبعا ده حسب تصريح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. ممكن نروح نشوف الى جوار هذه اللقطات الفوتوغرافيه فيديو لهذا التصرف الإنساني الطيب. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة المجرية بودابست بزيارة ميدان الأبطال بالعاصمة بودابست ووضع إكليل من الزهور على قبر جندي مجهول. أعقبها استقبل سيادته السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر والسيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر بمقر رئاسة الوزراء.
طبعا جزء من أنشطة السيد الرئيس المهمة جدا النهاردة، المشاركة في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المجري اللي قدم خلاله الشكر لدعوة مصر لقمة فيشجراد للمرة الثانية في 4 سنين بس، وأشار أنه أجرى مباحثات ثنائية إيجابية وطيبة في كل المجالات مع رئيس وزراء المجر. وقال خلال المؤتمر الصحفي النهاردة أنه تقدير كبير لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وتفهمه للأمور سواء في المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وسجل تقديري لدعمه المتواصل لمصر واللي بدأ منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الأمور الصعبة التي مرت بها من 2011 حتى 2013. طبعا كان ليها تداعيات، والحقيقة أنه السيد الرئيس عبر بشكل صريح وواضح أن المجر كانت من أوائل الدول، يمكن شفتوني بسأل في فقرة الحوار أول امبارح أنه لما المجر استضافت مصر في تجمع قمة دول فيشجراد مع مصر 2017 كانت بتستضيف مصر اللي حطت رؤية، لكن المرة دي بتستضيف مصر اللي قدرت ونجحت. وعشان كده الرئيس النهاردة شكر رئيس الوزراء المجري اللي كان من أكتر الداعمين بثقة لأن مصر هتقوم وهتكون عظيمة. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المجري. السيدات والسادة، اسمح لي دولة رئيس الوزراء المجري وصديقي العزيز فيكتور أوربان أن أنا أعرب لك عن تقديري واحترامي الشديد لك وللشعب المجري، وأيضا على المبادرة في دعوتنا للمرة الثانية لقمة الفيشجراد والمباحثات الثنائية الإيجابية التي دائما ما تكون مباحثات طيبة ومثمرة في كافة المجالات. وأنا اسمحوا لي أقول لكم هنا أن أنا ليا تقدير كبير قوي لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وعلى قدرته على إدارة وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو حتى في منطقة المتوسط، وبسجل احترامي وبسجل تقديري أيضا ليه على دعمه المتواصل لمصر واللي بدأ مبكر قوي منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة اللي مرت بيها في 2011 و12 و13 وبقت في واقع أفضل دلوقتي في المجالات المختلفة. احنا اتفقنا دائما أو بنتفق دائما مع في كل لقاء بنلتقي بيه على أن احنا نتحرك للأمام في تعاوننا في المجالات المختلفة، وأقدر أقول النهاردة أن احنا اتفقنا على أن احنا نعمل قوة دفع كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة زي ما فخامة رئيس الوزراء ذكر، وأيضا في مجال السياحة ومجالات الصناعات المختلفة الأخرى، ونستفيد في مصر بالخبرات وبالقدرات التكنولوجية اللي موجودة لدى أصدقائنا في المجر، وده أمر إحنا نقدره. وأنا بقول لفخامة الرئيس إحنا محتاجينه ومحتاجين هذا التعاون فيما بيننا. كمان تحدثنا يمكن على قضايا زي أنا تحدثت فيها بالأمس يعني عن موضوع الهجرة غير الشرعية والهجرات اللي مصر بتقوم بيها لمنع خروج أي قارب أو أي هجرة غير شرعية عبر الحدود المصرية، وبقول إن إحنا بكرر الكلام اللي قلته امبارح تاني بكرره، إذا كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار واللي بتتم يعني استخدام منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر. والبعد ده مش بس عشان أمن أوروبا، ولكن أيضا هو أنا أتصور أنه هو بعد زي ما بقول كده إنساني وأخلاقي، أن نحن ما نسمحش الناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر يعني. فاللي في مصر اللي بيحصل ده والإنجازات اللي فخامة رئيس الوزراء اتكلم عنها، هبقى سعيد قوي لما تزور مصر وترى ده بنفسك عند افتتاح العاصمة الجديدة في مصر، لأن ده هيبقى إعلان للجمهورية الجديدة في مصر اللي بعد فترة صعبة مرت على مصر خلال السنين اللي فاتت.
أنا مرة تانية بشكر فخامة رئيس الوزراء على الدعوة، وبشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبشكره أيضا على تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها، وأيضا قوة الدفع اللي تحققت النهاردة من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، من سواء كان مجالات اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية. فأنا مرة تانية بشكر فخامتك، وهو ده دايما القائد العظيم الحقيقة اللي أنا قابلته، ببقى سعيد دايما في بمقابلته والحديث معه في كافة الموضوعات. مرة تانية أنا بشكرك فخامة دولة رئيس الوزراء، وبهني الشعب المجري على قيادتك لي، وأتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا. تلاحظوا أن الرئيس كمان لمس على تفهم المجر لما يحدث في منطقة المتوسط، منطقة بقى الغاز والتنقيب وتحديد ترسيم الحدود وكل القضايا اللي كانت مصر تعتبر دخلة في وسط أوروبا، وتركيا بتقول لها أنت ملك ومالنا. طبعا مصر بالتنسيق مع قبرص واليونان الحقيقة قدروا يقطعوا الطريق على الأطماع التركية الغير محسوبة، واللي ما فيش حد عاقل في العالم يعني موافق عليها. فطبعا دور المجر كان دور داعم لمصر في هذه القضية. أما عن عودة السيد الرئيس بسلامة الله لأرض الوطن بعد مشاركته في قمة دول تجمع فيشجراد مع مصر بالعاصمة المجرية بودابست، أو بالتحديد في فيشجراد شمال العاصمة المجرية بودابست، فتعالوا نشوف تقرير شامل لأهم محطات زيارة السيد الرئيس للمجر ونرجع معكم. في ختام زيارة سيادته للعاصمة المجرية بودابست وعقب مشاركته في مؤتمر مصر ودول الفيشجراد، وفي إطار العلاقات الثنائية مع دولة المجر، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، الذي رحب بالسيد الرئيس معربا عن سعادته بعلاقات التعاون بين القاهرة وبودابست وسبل دفعها خلال المرحلة المقبلة. حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة للوفدين. وعقب المباحثات عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بحثا خلاله أطر التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية ما بين مصر والمجر. هذا وقد غادر السيد الرئيس من العاصمة المجرية بودابست، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة بالمجر وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.
أتنقل مع حضراتكم لشأن آخر، حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. كما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة أن الرئيس قدم التهنئة لأخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، وأكد دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، وأكد الاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين حكومة وشعبا. ومن جانبه أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، وأكد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة تحديات إقليمية راهنة. والحقيقة أنه هذه الروابط الوثيقة بين الشعبين المصري والتونسي زادت رابطا جديدا قويا، هو ما يجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد من شجاعة ومن قوة وقدرة وقرار حاسم ونهائي على تخليص دولة كل منهما من الإرهاب مرة واحدة وإن شاء الله إلى الأبد. رئيس الوزراء أصدر النهاردة قرار يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة المولد النبوي. كل سنة وإخواتنا المسلمين في مصر وفي المنطقة العربية وفي العالم كله بألف خير، وربنا يعيد على حضراتكم هذه المناسبات بكل خير وبكل فرح وبكل رفاهية. وليا بس رجاء أنه حضراتكم بس ما تكتروش من الحلويات، لأن السكر قلت لكم قبل كده كتير بيسموه في أمريكا السكر والدقيق والملح white poisons أو السموم البيضاء، فيعني حاجات قليلة كده للاحتفال بالمناسبة وممكن على مدة طويلة، يعني كل يوم الواحد ياخد حاجة صغيرة. لكن مش عايز أقول أسامي المحلات اللي عاملة عيلة بالسنة دي قد كده ومولد يا سادة وكده، لكن يعني إحنا برضو إيه نبقى عاقلين في أكلنا. كل سنة وانتوا طيبين مرة تانية. اجتماع مجلس الوزراء النهاردة الحقيقة أصدر عدد من القرارات المهمة، منها تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية 1%، الحد الأدنى من المجموع مش من العدد يعني، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء. تعالوا نشوف جزء من هذا الاجتماع ونرجع نتناقش في أهم ما خرج عنه النهاردة. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. ووفقا للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، وذلك في ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع وحق الانتفاع في 7 قطع أراض مملوكة للمحافظة، وذلك لاستغلالها في إقامة مشروعات وورش وسكن خاص. وتضمنت القائمة التصرف في قطعة أرض بمدينة أبورديس لصالح شركة بتروجيت للبترول لإقامة ورش ومخازن ومعسكر للعاملين عليها، وكذا التصرف في 6 قطع أراض أخرى لصالح مواطنين، وهما قطعة أرض لإقامة ورشة معدات ثقيلة بالمنطقة الحرفية بمدينة شرم الشيخ
وقطعة أرض لتنفيذ مشروعات تجارية بكل من التقسيم السياحي بمدينة أبو زنيمة ومنطقة خدمات حي المروى بمدينة طور سيناء، وقطعة أرض لإقامة مشروع تعبئة وتغليف مواد غذائية ومحل أسماك بمدينة رأس سدر. وافق مجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية لعدد 10 محافظات، وكذا صرف مستحقات باقي الجهات المشتركة في دورة تقنين أراضي الدولة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 من يوليو 2021، وذلك وفق النسب المقررة قانونا. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 من أكتوبر 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 53 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار. اعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 من أكتوبر 2021 بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 20 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية. الكاتبة الصحفية الأستاذة فكرية أحمد مدير تحرير جريدة الوفد، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا أستاذ إيهاب، ومساء الخير على كل المشاهدين. يعني في رأي حضرتك أنه الميزة الحقيقية اللي ممكن يشعر بها أبناء شمال سيناء لما يكون ليهم حق في دخول الجامعات المصرية بمجموع أقل بنسبة 1% إيه؟ وليه مش أقل كتير؟ هل لأنه دلوقتي بقى فيه في شمال سيناء جامعات؟ هو الحقيقة أن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة لما ظهرت نتيجة الثانوية العامة أرسل خطابين لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وطالب فيهم مبانحة طلاب الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة نسبة 2% على الحد الأدنى للمجموع. الحد الأدنى مش على يعني اللي حاصلين على الحد الأدنى نضيف لهم 2%، فطبعا عشان لتوسيع فرص قبول الطلاب بالجامعات المصرية. طبعا بعد دراسة الخطاب وافق مجلس الوزراء على منحهم 1% مش 2%. هو 2 كتير قوي، اصل 2 ده يعني 8 درجات، ده الناس بتقطع بعض على ربع درجة، فكتير، خصوصا مع زيادة عدد الجامعات ووجودها في شمال سيناء. يعني هم مش هيجوا هنا مثلا؟ لا طبعا، هو طبعا هم كلهم اللي نجحوا في الثانويه العامه السنه دي في شمال سيناء الثانويه 2200 طالب تقريبا، يعني مش رقم كبير حتى لو جم في جامعات القاهره وجامعات المحافظات الاخرى. لكن هو في الحقيقه انا شايفه ان هو استثناء ايجابي، لان يمكن اهالي شمال سيناء مروا بظروف استثنائيه برضو بحياه صعبه في الفتره الاخيره بسبب توترات وتهديدات لأمنهم بسبب الجماعات الإرهابية والحملات الأمنية اللي كانت مستمرة برضو لضبط المخربين والمارقين. ده من جهة. الجهة التانية أنا شايفة برضو أن القرار بيعمل على جذب شباب سيناء للجامعات وفتح المجال قدامهم بصورة أكبر سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى، وفتح الطريق أمامهم برضو لكليات قمة، لأن برضو الدرجة بتفرق عند الطالب وبتحول مسار مستقبله من كلية لأخرى. الحقيقة أنا شايفة أن الحكومة يعني عملت القرار ده يمكن جائزة أو هدية لأبناء شمال سيناء من الطلاب، واعتراف بتضحيتهم سواء على مر التاريخ أو في مرحلة مكافحة الإرهاب بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو. بصراحة الشباب هناك أثبتوا بصورة قوية جدا شدة انتمائهم للوطن وأزالوا كل الشكوك اللي كانت بتحاصرهم أو اللغط، وتصدوا بشراسة لمحاولات استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية وقدموا تضحيات. كل ده بصراحة يعني يديهم الحق ان احنا نستثنيهم بهذا 1% عشان بقية طلابنا ما يقولوش اشمعنا. يعني زي ما حضرتك تفضلتي، هم تحملوا استثناءات سلبية كثيرة، فعلى الاقل يحصلوا على هذا الاستثناء الايجابي البسيط. طيب خلياتني المع حضرتك لموضوع وزير المالية النهاردة، بقى قاعد سمعنا ارقام بالمليارات في سواء كان اللي تم تسديدها او اللي رصدت لمكافحة جائحة كورونا لوزارة الصحة، او اللي كانت ليهم للمعاشات وما كانتش اتدفعت. يعني الحقيقة ارقام كبيرة جدا جدا، عايز اعرف تعليق حضرتك على هذا الامر. يعني
الحقيقة طبعا احنا يعني مصر من ضمن يعني زي بقية دول العالم مرت بظرف يعني صعب وظرف استثنائي من خلال جائحة كورونا، وده طبعا يعني استوجب على الدولة انها تنفق المليارات، مش بس يعني كمان احنا كان عندنا 100 مليون صحة دي اللي اطلقها السيد الرئيس، وشبك فيها على طول حكاية جائحة كورونا، يعني ما اتقتناش انفسنا، كنا لسه بنعمل 100 مليون صحة وبنفحص الضغط والسكر والسمنة والامراض السرطانات والكبد الوبائي، كل ده كان بيتم طبعا على نفقة الدولة ومجانا بالنسبة للمواطن، حفاظا على المواطن، حفاظا على طاقة المواطن المصري اللي بتعتبر رأس مال الانتاج، لكن ودخلت عليها كورونا، فبالتالي لم تلتقط الحكومة انفسها، فتم طبعا انفاق المليارات من خلال اللي هو شراء التطعيمات او اللقاحات اللي تم منحها للمواطنين مجانا، بجانب كمان الشركة المصرية اللي انتجت لنا اللقاح مؤخرا الحمد لله برضو بيتم يعني اعطائه للمواطنين مجانا، فكل ده لود او ضغط مالي على موازنة الدولة، بجانب طبعا المعاشات، كان في مليارات ضائعة بالنسبة للأموال المعاشات، والدولة بتسددها وبتجدول ديون، يعني بتعمل جدولة للديون عشان يتم سدادها للمعاشات، فبالتالي بصراحة يعني في أوجه كتيرة جدا للإنفاق وضغط على موازنة الدولة، يعني احنا يعني بصراحة اللي ما يشوفش يبقى او اللي ما يقدرش ده يبقى ما بيشوفش فعلا، لاني يعني الدولة في ظرف استثنائي مستمر، يعني من اول 25 يناير و30 يونيو لغاية دلوقتي احنا في ظرف استثنائي مستمر، بنبني، بنعمل تنمية، بنعمل مدن جديدة، بنعمل مصانع، بنعمل طرق، بنعمل حاجات كتيرة جدا، بجانب فوق كل ده صحة المواطن المصري، ففعلا ارقام مهولة بيتم انفاقها من اجل المواطن. اخر حاجة عايز اسأل حضرتك عليها، تصريح نصب لوزيرة الصحة انا سمعته الحقيقة في اذاعة من الإذاعات بس عايز أتأكد من دقته، هل فعلا هي قالت إن في يعني تم تأمين 60 مليون جرعة من لقاح كورونا، 60 مليار جرعة من لقاح كورونا؟ مش حتى مش قادر اقولها يعني، ده رقم كبير جدا. 60 مليار؟ لا لا لا، يعني مين احنا هنوديها بره يعني ولا مش عارف؟ 60 مليون يعني منطقي، 60 مليون لا هي 60 مليون استاذ ايهاب فعلا الرقم خطا، لاني ما اعتقدش احنا هنوصل لدرجه التصدير، بس نكفي ال 100 مليون مصري او 110 احنا حاليا، خصوصا وان احنا بدانا نفكر في تطعيم الاقل من 18 سنه كمان يعني. بالظبط، لا هو الاول هينتهوا من اللي فوق 18 سنه، لما يتم الوفاء بهذه الشريحه العمريه هيتم بالتاني الانتقال، لان احنا يعني ثبت حتى علميا ان الاعمار اللي هي الفئات العمريه اللي قبل 18 سنه عندها حصانه بسم الله ما شاء الله من خلال التطعيمات واللقاحات. أيوة. الدوريه اللي كانوا بياخدوها هم اطفال. أيوة. فعندهم حصانه عن اللي فوق ال 18، فلما هينتهي من الفئه العمريه اللي هي فوق ال 18 هنرجع طبعا للي تحت ال 18، ويعني يتمنى 100 مليون صحه للمصريين، لكن 600 مليار دي طبعا رقم خاطئ تماما. اتمنى طبعا الصحه لكل المصريين. شكرا جزيلا استاذه فكريه احمد، الكاتبه الصحفيه، مدير تحرير جريده الوفد، والحقيقه هو ده اتقال في راديو مصر، بس معلش يعني كلنا بنغلط مش مشكله يعني، بس انا استبشعت الرقم يعني 60 مليار ده رقم فظيع يعني، واحنا مش محتاجينه يعني، هيبقى عندنا 60 مليار متشالين ليه؟ فهو 60 مليون معقول قوي، لانه كان اصلا التصريح ان احنا هننتجنا لوحده هيكمل 40 مليون جرعه في آخر السنة، فما بالك بقى كمان مع الملايين اللي بتجيلنا سواء كهدايا أو كشراء يعني. أروح مع حضراتكم لعدد برضو من الوزراء بحثوا أدوات الاقتصاد الأخضر. دكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة، دكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتور محمد معيط وزير المالية، عقدوا النهاردة اجتماع موسع تفصيلي لبحث أدوات الاقتصاد الأخضر ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر في إطار توجيهات الرئيس لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من فرص التمويل للمشروعات الخضراء. أكدت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت عدد من الخطوات الجادة في عدد من المشروعات الخضراء، منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية. دكتور مصطفى الشربيني الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، مساء الخير يا فندم.
مساء الخير عليك وعلى السادة مشاهدي قناة ميسات وعلى كل المشاهدين والشعب المصري، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضرتك بألف خير وكل إخواتنا المسلمين في مصر والمنطقة العربية والعالم مرة تانية. في ضوء اجتماع النهاردة، بتشوف حضرتك تأثير هذا الاجتماع أو المخرجات الخاصة به على استدامة الاقتصاد الأخضر والتحول إليه والتعافي نحو إيه؟ طبعا العالم كله من سنة 2015 متجه نحو خطة واستراتيجية التنمية المستدامة. أيوة. ومصر كانت من الدول الموقعة على هذه الخطة. أيوة. وعملت رؤية مصر 2030 وربطت رؤية مصر بالخطة العالمية للتنمية المستدامة، وهي الدولة المصرية وفقا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حضر قمة التنمية المستدامة وحضر قمة المناخ في 2015 وحضر قمة المناخ في 2019 في فرنسا برضو، وجه الوزراء السادة الوزراء بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لأن مستقبل التصدير ومستقبل العالم كله نحو الزيرو كربون 2050، ومشروعات كتير جدا هتيجي ليها تمويلات للتغير والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. فكان ده نتيجة لذلك اجتمع وزير المالية مع وزيرة البيئة مع وزيرة التخطيط لوضع آليات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الموازنة الجديدة. اترصد حوالي 30% من التمويل للمشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر اللي هي الخاصة بالكهرباء والصرف الصحي والنقل والنقل والمياه وتشغيل استهلاك المياه. كل الحاجات دي يعني في الميزانية هنشهد في تحولات كبيرة، لأن مصر بتطمح سنة 2024 إن تبقى نصف الموازنة موجهة نحو الاقتصاد الأخضر. فوزارة التخطيط عملت شيء رائع شيء جميل، إنها أصدرت معايير الاستدامة لكافة المشروعات اللي بتنفذ من خلال الشركات الحكومية. يبقى لازم ببساطة كده، ما معنى معايير الاستدامة؟ معيار بحيث ان يعني يكافح الحد من التلوث ويراعي التغيرات المناخية، ان في اطلاق الغازات المسببة للاحترار العالمي غاز ثاني اكسيد الكربون بالوجه الاخص. فطبعا سأسأل حضرتك هنا، يعني هل من السهل ان تتحول مصانع بكاملها نحو الاقتصاد الاخضر؟ هل هي تحويلة بسيطة؟ انا كراجل يعني مهندس ميكانيكا شايف ان المسألة مش سهلة، ان انا اعمل تعديلة بسيطة في المكن، ولا استغنى عن كل المكن، ولا اجيب مكن جديد، ولا اعلم العمال والفنيين والمهندسين بتوعي كيف يتعاملون مع هذا المكن الجديد؟ ايه بالظبط التصور؟ التصور انا هقوله لحضرتك بايجاز، ان الجميع متخيل ان الصناعة مسببة بالكامل لهذا اطلاق هذه الغازات من اللي بتسبب الاحتباس الحراري. ولكن رقم واحد في التسبب او اطلاق هذه الغازات غاز ثاني اكسيد الكربون، وهو محطات الكهرباء والطاقة اللي بتمثل 42% تقريبا من اجمالي الملوثات اللي بتطلق الغازات اللي بتسبب الاحتباس الحراري. ثم يلي هذا القطاع قطاع النقل، وقطاع النقل مش النقل الداخلي بس، لا في برضو نقل السفن والطائرات من اكبر الملوثات اللي بتسبب اطلاق هذه الغازات. وثالثا بتمثل حوالي 25%، ثالثا الصناعة بتسبب حوالي 20 ل 22%. كلام بسيط يعني، ده شيء رائع كده. معنى كده انه احنا لو ركزنا في القطاعين دول يبقى احنا بنتكلم في ما يقترب من 80%. انا بشكر سيادتك جدا يا فندم، واتطلع للقاء تفصيلي حول الاقتصاد الاخضر مع حضرتك قريب ان شاء الله. جزيل الشكر دكتور مصطفى الشربين الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، وأدي مع حضراتكم لكارثة الزيادة السكانية في مصر. الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مدينة نصر في القاهرة
أعلنت النهاردة وصول عدد سكان مصر بالداخل ل 102 مليون ونص نسمة، بزيادة قدرها نص مليون نسمة خلال 100 يوم فقط، حيث سجل عدد سكان مصر 102 زي ما قلت لحضراتكم مليون فقط في يوليو من هذا العام، 5 يوليو من هذا العام. يعني حاجة الحقيقة. دكتور خالد حسن خبير دراسات السكان والقوى العاملة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خالد، يعني احنا دايما ننظر لهذه الزيادة من منظورين، كيف نستطيع ان نحولها لاستثمار، وفي نفس الوقت كيف يمكن ان نوفر لها ما تحتاجه من خدمات وبنى تحتية، مدارس وطرق وغاز وكهرباء وتليفونات وفرص عمل وشركات وشقق. ازاي تستطيع مصر ان هي، وفي نفس الوقت كمان الناحية التانية برضو فكرة الترشيد، يعني ان احنا ما نبطلش نكلم الناس ونعلمهم ونوعيهم عن مسألة تنظيم النسل. طيب اسمح لي في الاول نتكلم على الرقم نفسه اللي هو النص مليون في 100 يوم. اتفضل. لان هذا الرقم لو بصلاله وبدك بنفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم فيه، هو نص الكوباية المليان ونص الكوباية الفاضي، من ناحية هنلاقيه رقم مزعج، ومن ناحية تانية ممكن نلاقيه رقم كويس جدا. تمام. بمعنى ايه؟ اللي أنا عندي نص مليون في 100 يوم، يعني بمعدل تقريبا 5000 فرد في اليوم. بمعدل تقريبا مولود كل 17 ثانية. لو بصينا اللي احنا من 15 سنة كنا بنقولها كنوع من الدعابة، كانت الإحصائيات بيقول لك مولود كل 27 ثانية. فدلوقتي احنا اصبح مولود كل 17 ثانية. الاختلاف او العدد دوت جه نتيجة ايه؟ زيادة عدد الاسر عن ما كان من 15 سنة. وبالتالي زيادة المواليد اكتر، وبالتالي انخفاض الفترة الزمنية اللي بنقيس بيها ديت. ديت من ناحية. من ناحية تانية، ما هو زيادة عدد الاسر، زيادة عدد الاسر برضو زيادة سكانية. يعني ما هي دي، لا زاد عدد الاسر، زاد حالات الزواج. قلت لك تتخيل اللي احنا مثلا السنه اللي فاتت في عندنا عقود زواج جديده 960,000، يعني مليون. هؤلاء الافراد في خلال السنه الاوليه من زواجهم من حقهم انهم يخلفوا. تمام. فبالتالي احنا لو بصينا لل 500,000 دول في 100 يوم، دول يدونا لو مشينا بنفس المعدل هيدونا 1.8 مليون في السنه. تمام. منهم مليون دولك نتيجة العقود اللي تمت أو حالات الزواج اللي تمت السنة اللي فاتت. تمام. ومن حقهم يمارسوا إنجابهم. تمام. فيبقى في عندنا 800,000 زيادة، هم دولك اللي فيهم المشكلة، اللي هم المولود التاني. ده حضرتك لو اعتبرنا أن كل أسرة من اللي تكونت في العام الماضي لها طفل واحد، يعني خلفت خلفت. تمام. واحد خلال السنة الأولانية. تمام. فيصبح عندنا في 800,000 زيادة. تمام. هم دولك اللي احنا ممكن نلعب فيهم شغلنا كله بقى. اللي هم ازاي؟ المباعدة ما بين الولادات، الاكتفاء بطفلين على أقصى تقدير، دي كل دي الحاجات دي كلها هنشتغل عليها من خلال ايه؟ برامج التوعية المكثفة في هذا المجال. في الوقت، في المدى القصير. في المدى الطويل عندنا حاجتين مهمين جدا، الاهتمام بالتعليم وتوزيع جودة المخرجات التعليمية والفكر بتاع الإنسان، الثقافة، والناحية التانية الخدمات الصحية اللي بتقدم للمواطنين. البلدين دولك بالذات إذا تم الاهتمام بيه بشكل كبير، هاي التأثير الغير مباشر بتاعهم على خفض الإنجاب مع التأثير المباشر لوسائل الدعاية ووسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، ممكن يحقق انخفاض كبير جدا جدا في معدلات الوفيات. طيب معلش يا فندم، أنا بس فاتني حاجة، العنصر الأول إيه؟ يعني الخدمة الصحية، وإيه تاني؟ التعليم. 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 زيادة المستوى الثقافي، يعني للوعي بتاع الناس. بالظبط كده. طيب يا فندم، خلينا نتنقل مع حضرتك لينا احنا كإعلاميين، وحضرتك برضو معانا بما ان حضرتك ضيف إعلامي مهم في اكتر من قناة. يعني هل احنا مقصرين بالفعل في هذا الموضوع؟ هل احنا بنتكلمش عنه كتير؟ هل عندنا حساسية من انه الدين الإسلامي بيحض على زيادة النسل والثقافة في الصعيد عن العزوة وانه في بعض رجال الدين الإسلامي صراحة بينهوا عن تنظيم النسل؟ لا لا، احنا كإعلام غير مقصرين، دراسات غير مقصرة. النتائج اللي بنتكلم فيها دلوقتي هي نفسها، لو بصينا النص الكوباية المليان، اقول لك اللي احنا 1.8 مليون مولود في السنة، لما تخصم منهم ال 600,000 الوفيات اللي بتحصل كل سنه، يبقى معدل الزياده الطبيعيه حوالي 1.25
مليون في السنة. أي الواحد وربع لو قسمتهم على عدد الأفراد المتزوجين اللي هم حوالي 60 مليون هيبقى معدل النمو الطبيعي بتاعنا ما بين 2.1 و2.3. الأزهر وجميع الهيئات بتاعة الأوقاف وقفة مساندة لموضوع تنظيم الأسرة وبيبصوا تنظيم الأسرة وليس تحديد النسل. هل بتشوف حضرتك انه ما بحبش العب بالالفاظ، هو تنظيم الاسره المقصود بيه تحديدا ماشي، لكن هل حضرتك بتشوف دكتور خالد انه الـ 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 يعني الائمه الصغيرين اللي في الاماكن البعيده ملتزمه بهذا الموضوع، ملتزمه بقرارات الازهر في هذا الامر؟ حتى ولو البعض منهم غير ملتزم، اعتقد البرامج التوعيه المستمره في التلفزيون وفي المصادر الاخرى ممكن ترخي الاثر بتاع هؤلاء الافراد، خصوصا مع المتابعه المستمره لوزاره الاوقاف لهذا الموضوع. ومفروض ان الكتيبات اللي بتظهرها الاثر بيبقى يتعرض بخطوره زياده النسل، يجب ان توزع على هذه القرى في مكتباتها. صحيح. يعني كل جامعه يكون مكتبه صغيره فيها بعض الكتب. طبعا. يجب ان تتاكد وزاره الاوقاف من تواجد هذه الكتب في المكتبات، مش انها تختفي من قدام اعين الافراد عشان ما يطلعوش على هذه الامور. والمتابعه المستمره لهؤلاء الافراد ممكن ان تحد كتير جدا جدا من هذا المجال. شكرا. ثم النقطه الاهم النقطه الاهم في الموضوع كله اللي هي بتكلم فيها، اللي هو اللي احنا عندنا القرى الاكثر فقرا هي الاكثر انجابا. طبعا. ومتحدده كثيرا في جميع من الدراسات، مش على مستوى القرى بس، على مستوى المراكز والاقسام. وبالتالي توجيه البرامج الخاصة بتحديد النسل وتنظيم الأسرة بشكل مكثف في هذه الأماكن راح يحد بشكل كبير من زيادة السكان. طب دكتور خالد معلش عندي سؤال إجابته قد تكون بنعم أو لا فقط. تحت أمرك. هل من الممكن أو هل حضرتك تؤيد فكرة توسع الدولة في موضوع أن الطفل الثالث زي ما احنا عاملين في التموين كده بقى نعملها في مجالات أخرى مما يساعد الاسر على الاكتفاء بطفلين فقط؟ لا 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 لا، احنا هنشيل المصيبه ساعتها. اللي بينجب اكتر من طفلين اربعه وخمسه وسته حالته الاقتصاديه زي الزفت. انا بتكلم بالعاميه. لو قلت له الطفل الثالث في المدارس بمصروفات مش هيدخله. صح. وبالتالي هتزيد نسبه الاميه عندنا. يعني يعود علينا احنا بسلبيه اكبر من الاستفاده. بسلبيه اكتر، فعشان كده الحوافز السلبيه غير متاحه يعني. بشكرك جدا دكتور خالد. شكرا جزيلا، بسعد دايما بلقاء حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. واحنا كمان دكتور خالد حسن خبير دراسات السكان والقوى العامله، شكرا جزيلا. نخرج لفاصل، تلتقطوا انفسكم ونرجع مره تانية نكمل اخبار. كتير بكلم حضراتكم عن الجرعات وعدم العدل في توزيعها، والدول اللي أصرت إن هي تلقح مواطنيها حتى نسبة 70% وتركت مناطق كتير من العالم وعلى رأسها أفريقيا لم يحصل أكتر من 2-3% من مواطنيها بالكامل. هذه القارة الأكثر تكدسا والأكثر فقرا على لقاح كورونا. النهاردة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس إدهانوم بيقول لقناة CNN أنه استخدام الجرعات المعززة من لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم، بينما في أفريقيا لا تزال الجرعات ناقصة، وقال أن هذا أمر غير أخلاقي وغير عادل وغير منصف ويجب أن يتوقف فورا. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو اللي قال فيه تدرس إدهانوم نصيحته بخصوص التوزيع العادل للقاحات كورونا عبر العالم. There is only 166 million delivered in Africa for 1.2 billion. To start booster is really the worst we could do as global community. It's unjust and also unfair. Because we will not stop this pandemic by ignoring the whole continent. And the continent which doesn't have any manufacturing capacity or other means. So the world should come back to its senses
I don't want to spread it by saying all low-income countries. The concentration of the problem is in one continent. Let's take that first. So on boosters, for countries to move into boosters without even providing single doses in Africa is not right. So it has to be stopped, and countries should respect the moratorium. Of course, there are exceptions. You know, because I'm just, and it has to stop. لو افترضنا ان هي نفس الجرعة اللي بتقدم للشخص لكي يعني يتم وقايته من العدوى بفيروس كورونا او من شراسة الاعراض، فيقصد تيدروس ادهانوم انه من الكافي جدا ان نكتفي بجرعتين ونعطي ما لدينا من فائض حتى كهدية لهؤلاء، لانه بالفعل زي ما قال لن تتوقف جائحة كورونا اذا تجاهلنا افريقي. اروح مع حضراتكم للخبر اللي قلت لكم عليه في البداية، وهو قوات الاطفاء المدني اللي سيطرت على حريق مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة الخامسة اللي كان مقرر عقده مساء الغد، وشب الحريق من عدة ساعات. ادارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان ليه اعلنت انه تم السيطرة على حريق المسرح، جاري حصر التلفيات، وأكدت في بيانها الصحفي على جميع السادة الزملاء الإعلاميين، نؤكد أن المكان سيعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق، طبعا علشان الناس يعني تبقى حابة أن هي تحضر هذا المؤتمر وتعرف. وقوات الإطفاء المدني كانت سيطرت على الحريق الكبير اللي شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ووصلت سيارات إطفاء وأسعاف لمكان الحريق، حاولت السيطرة على سنة النيران، وطبعا كان في سحب من الدخان الكثيف بتغطي سماء الجونة. يعني كان من المقرر أنه يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح اللي هيعقد مساء الغد. إدارة المهرجان بتحاول أنها تسيطر على الموقف. أستاذ عزة البنا يدينا تفاصيل أكتر، مدير تحرير البوابة نيوز. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب، إزي حضرتك؟ أهلا بيك أستاذ عزة. يعني إحنا دلوقتي وصلنا لإيه؟ هل عقد بالفعل مؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل حفل الافتتاح غدا؟ بالفعل تم عقد المؤتمر الصحفي في موعده. ده هنا ولا في الجونة؟ الجونه، واحنا موجودين هناك في الجونه دلوقتي. لا انا اقصد اقول انه انا تصورت انه المركز بتاع المهرجان ممكن يكون في القاهره، عملوا فيه مؤتمر يعني لاعلام الصحفيين بالخسائر وباننا ماشيين في طريقنا وبكره هنفتح يعني. لا هو يا استاذ ايهاب كان مدرج موضوع المؤتمر الصحفي ده في قائمه اعمال المهرجان او فعاليات المهرجان. أيه. ان هيتم عقد المؤتمر اليوم الاربعاء في الجونه. ودي اول مره يتم عقد المؤتمر الصحفي في مدينه الجونه على عكس السنوات الاربعه السابقه. طب وعقد فين بقى يا فندم بالظبط؟ في اي منطقه في قريه الجونه؟ في منطقه ثانيه. لا منطقه ثانيه تبعد قليلا عن مكان المسرح ده. طب هل يا فندم في اولا هم اكدوا ان مفيش خسائر بشريه صح كده؟ هو بالفعل مفيش خسائر بشريه، هو بعض الاختناقات لعدد محدود جدا من العاملين او العمال اللي موجوده هناك، كان حوالي 14 فرد وتم نقلهم للمستشفى للاسعافات الاوليه، لكن خسائر بشريه جسيمه ما حصلت. طب وهل حالتهم دلوقتي بعد مرور عده ساعات معقوله؟ تحسنت حالتهم كثيرا، واعتقد معظمهم غادر المستشفى. طب هاي انما الخسائر الماديه هي اللي كانت فادحه بعض الشيء. طيب التلفيات، التلفيات كبيره وتم السيطره عليها بالفعل حسب بيان المهرجان. حابب اقول لحضرتك ان تم السيطره عليها من قبل قوات او الاطفاء، وبعدها بلحظات قليله كان سيل من الشخصيات او الناس اللي موجوده مدينه الجونه على اسرها، يعني معظم الناس اللي كانت في مدينه الجونه مش المشاركين بس في المهرجان، كانوا متواجدين
كل واحد حابب يخدم وحابب يقدم. شيء جميل لأنه الفنان دايما كده، والفنان والمواطن المثقف. أنا زرت القرية وشفت الناس والمساكن اللي معمولة، حتى العمال البسطاء اللي جايين من أماكن بعيدة، وأهو معانا جزء من الفيديو. مهندس سميح بيشاور على القاعة وبيقول إنها آمنة، يعني إنها لم تضر يعني. طيب كلمني بقى عن المهرجان نفسه، الدورة الخامسة، ماذا يمكن أن تضيف في هذا التوقيت الحرج لمهرجان دولي مهم زي مهرجان الجونة السينمائي، وأهم الضيوف اللي موجودين واللي هيتم تكريمه؟ إقامة المهرجان أو الدورة الخامسة في ظل الظروف اللي بيعاني منها العالم، وانتشار فيروس كورونا والموجة الرابعة اللي بقت على الأبواب، ده تحدي كبير لإدارة المهرجان. واعتقد ان ده للسنة الثانية على التوالي، يعني اعتقد الدورة الرابعة كانت بتعاني من نفس المشكلة. وده يعتبر نجاح كبير لإدارة المهرجان، ان انا بتحدى وبكمل وده بالتعاون مع وزارة الصحة اللي عاملة برنامج كبير جدا لكل الضيوف وكل العاملين بالمهرجان، بمعنى ان هم طعموا او ادوا لقاح لكل العاملين بالمهرجان اول امبارح. تمام. اول امبارح. اوكي اتفضل. وهيبداوا في منح الضيوف كلهم بما فيهم الوفد الاعلامي والصحفي والفنانين اللي هم لم يتلقوا اللقاح بدايه من الغد. تمام على حسب جدول معين، وده بالتعاون مع وزاره الصحه. تمام. ممكن نتكلم عن الشق الفني، استأذنك، في أهمية هذه الدورة والحاضرين والمكرمين؟ تمام جدا. يمكن أنا حابب بس ألقى الضوء برضو خلال المؤتمر الصحفي على حاجة مهمة جدا. أن تم الصلح ما بين انتشال التميمي مدير المهرجان وبين الفنانة الكبيرة يسرى على أثر سوء تفاهم كان حدث قبل بداية الفعاليات بكام يوم. تمام. ويسرى طبعا من مؤسسي هذا المهرجان واكثر الداعمين ليه، وهي فنانه كبيره وانسانه على خلق رائع. يعني بالفعل تم يعني قدم انتشار التميمي اعتذار معلن قدام الناس كلها في المؤتمر الصحفي على هوا مباشره. شيء رائع جدا، يعني رأب الصدوع البسيطه دي، لانه طبعا وجود يسرى في المكان واستمرار وجودها رغم موقف زي ده بيعبر برضو عن اصاله معدنها، ان هي مش هتحرج بلدها عشان تصرف ربما يكون مش مناسب او سوء فهم حصل من حد، واحنا بنعلن تقديرنا للاثنين. اتفضل. ده حقيقي. انا حابب برضو القي الضوء على ان مهرجان الجونه بقى دلوقتي على خريطه العالم، على خريطه مهرجانات العالم. تمام. بمعنى انه كمان يحفز باقي المهرجانات انها تعمل مهرجانها مش اونلاين. يعني مثلا مهرجان فينيسيا لقى الدوره الرابعه اللي اتعملت السنه اللي فاتت في مصر نجحت جدا، تنفيذها بنجاح جامد جدا. ده حفزهم وشجعهم انهم يعملوا مهرجانهم يعني زي كل سنة. تمام. الجونة فتح برضو مجال كبير قدام صناع السينما الشباب في برنامج كبير جدا للأفلام القصيرة، وفي برنامج الأفلام الوثائقية، وفي برنامج لأول مرة لأفلام البيئة. يعني أول تم استعداد برنامج السنة دي لأفلام البيئة. ده احنا بنرجع الكلمة دي اللي وضعها المحترم بعد ما الشباب استهلكها استهلاك مش كويس. طيب استاذ عزت، يعني احنا عندنا عدد كبير بقى كده من الأفلام المعروضة في الدورة الخامسة. احنا بنعدي 75 فيلم منهم 7 أفلام مصرية. وعندنا كمان أفلام كتير جدا أعلن عنها المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، ان الافلام دي معظمها تعتبر عرض شرق اوسطي اول. هايل. بمعنى ان الافلام معظم الافلام اللي هيتم عرضها في المسابقات المهرجانات المهرجان المختلفه دي سبع عرضها، وسبق فوزها بجوائز كبيره في مهرجانات عالميه زي كان وزي برلين وزي في فينيسيا. هايل. وزي سان كريستيان. فده شيء يحسب للمهرجان يعني. طيب هل يا فندم في شخصيات معينه هيتم تكريمها السنه دي؟ في بتاع المهرجان بكره هيتم تكريم النجم المصري الكبير احمد السقا، وفي مخرج امريكي، في مخرج بولندي شهير باعماله كتير في هوليوود، ده هيكون على هامش المهرجان. به ولا هي؟ بولندي ام هولندي؟
بولندي. بولندي اه طبعا السينما البولندية سينما مهم. طيب هل في نجوم يعني وصل لحضرتك وجودهم بالفعل حتى الآن في مقر المهرجان؟ لا الانشغال طبعا نجوم مصريين كتير موجود نجوم مصريين كتير، لكن الانشغال النهارده بالحريق والتفاصيل اللي حصل طبعا خاصه في الجو الصحفي ممكن ما تمش القاء الضوء على مجموعه النجوم العالميين اللي هتكون موجودين. ان شاء الله يكون معانا تفاصيل اكتر. وانا بشكر حضرتك جدا جدا على كل هذه المعلومات القيمه الزميل الاستاذ عزت البنا مدير تحرير البوابه نيوز. عندي خبر مهم من الداخليه المصريه اللي هتبدا بالفعل سحب الرخص، ركزوا معايا بقى، رخص القيادة والتسيير، يعني رخصة حضرتك ورخصة العربية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني. الداخلية في بيانها النهاردة قالت انه في إطار حرصها على استكمال المنظومة الإلكترونية تفعيل عناصرها للوصول لأقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية، بتواصل الداخلية حملتها لضبط المركبات اللي ملتزمش أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني. أول نوفمبر هيتم ضبط المخالفين وسحب رخصة القيادة ورخصة السيارة مع اتخاذ إجراءات قانونية، بدأت طبعا الداخلية من سبتمبر بدء تفعيل العقوبات. سبتمبر القادم هيتم تفعيل بقى العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبة اللي لم يتم تركيب الملصق الإلكتروني ليها أو المتعمد إتلافه أو إخفاؤه أو العبث به أو فقدان صلاحيته. أخيرا العقوبات دي هتشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر لا تزيد عن 3 شهور، الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. طبعا الحبس ده يا جماعة لأن أنت كده كأنك بتتعمد إخفاء معلومات مهمة عن سيارة ممكن جدا تكون مسروقة أو تستخدم في أعمال إرهابية بسهولة، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى العقوبتين. والداخلية بتهيب بالمواطنين سرعة التوجه للإدارات الخاصة لتركيب هذا الملصق. أنا أعتقد أن موضوع الملصق الإلكتروني لم يحظى موضوع يخص الداخلية المصرية يعني مش عايز أقول، عايز أختار كلمة مناسبة، مش عايز أقول تباطؤ ومش عايز أقول يعني زيادة مدة، لكن عايز أقول فعلا أن الموضوع ده أخد وقت طويل جدا جدا، وأن الداخلية كل فترة كانت بتعيد التنبيه وبتزود المدة اللي ممكن خلالها نحصل على يعني فرصة جديدة لأن احنا نركب الملصق الإلكتروني. بس عايز أقول خبر حقيقة مش قادر ان انا اختم من غيره، وهو خبر مصر اللي ظهرت باداء قوي بعد فوز بيج رامي بالمركز الاول في مسابقه مستر اولمبيا لكمال الاجسام. الجزء الثاني من المسابقه متمثل في مسابقات القوى البدنيه على مدى 5 ايام من 5 ل 10 اكتوبر، انطلقت بطوله مستر اولمبيا مدينه اورلاندو الجميله بولايه فلوريدا بامريكا، مسابقات كمال الأجسام والقوة البدنية. مصر شاركت ببعثة مكونة من عدد من السادة المسؤولين و4 من اللاعبين. مينا مكرم حصل على الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، أماني ربيع الميدالية الذهبية وزن 67.5 كيلوغرام، باسم الأرناؤوطي ذهبية وزن 100 كيلوغرام، وحصل كمان على كأس أحسن لاعب بالبطولة. البعثة هتعود للقاهرة الأربعاء اليوم 13 أكتوبر. ألف مبروك لبعثة مصر في مستر أوليمبيا بأورلاندو الجميلة بفلوريدا الأمريكية. شكرا جزيلا على وجودكم معانا، ومبروك لكل إنسان بيحاول يرفع اسم مصر وبينجح. لقاء قليلة وشرفنا ضيفنا لهذا اليوم دكتور سارة كيرة الباحثة في الشأن الأوروبي. خليكم معنا. حضراتكم معانا من جديد، بشرفني يكون ضيفة هذه الفقرة دكتور سارة كيرة الباحث في الشأن الأوروبي ومدير المركز الأوروبي الشمال أفريقي. مساء الخير يا دكتور سارة.
مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك معانا، واحنا النهارده عايزين نقرا زياره السيد الرئيس للمجر، وهذه زياره شديده الاهميه لاسباب عديده قتلناها بحثا خلال الايام الماضيه، لكن انا عايز اركز من وجهه نظر المخرجات اكتر من الـ الاسس اللي بتقربنا ما بين هذه الدول، ده اتكلمنا فيه كتير الايام اللي فاتت. الزيارة دي بتأتي في يعني هي باينة في شكل التصريحات اللي قالها فيكتور أوربن رئيس الوزراء المجري. الاهتمامات والمحاور المشتركة ما بيننا باينة جدا. أول أولوية مهمة جدا لأوروبا ومصر بتمثل فيها نموذج ناجح جدا هو مكافحة الهجرة غير الشرعية، وده جاء على تصريح على لسان رئيس الوزراء المجري، فإنه قال حرفا إن أمن مصر في حدودها البحرية وحدودها البرية هامة جدا بالنسبة لأوروبا، وإن أمن أوروبا مش بيبتدي من الحدود الصربية المجرية، إن أمن أوروبا بيبتدي من الناحية الأخرى من المتوسط من عند مصر، لأن مصر لن تسمح، أنا بقول بالضبط تصريحه اللي قاله، إن مصر لم تسمح بعبور أي سفينة أو مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية. فمصر بتمثل لأوروبا نموذج ناجح في مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء بالسياسات الداخلية أو بالسياسات اللي مصر حطتها للتحكم في حدودها الساحلية والبرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللي عانت منها أوروبا جدا، خاصة المجر. وما ننساش أن المجر دلوقتي بيسيطر عليها حكومة يمينية تمام منهضة جدا للهجرة غير الشرعية، وبتعتد بالنماذج الناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو في الدول اللي يعني مصر نموذج ناجح أو يمكن نموذج الوحيد في شمال أفريقيا اللي نجح في أن يقف تاني على رجله، بل ويساعد أوروبا على الملفات ذات الأولوية بتاعتها. طيب خليني أسألك بقى دكتور عن ترجمة هذه الإشادات القوية من الرئيس المجري وفيكتور أوربن رئيس الوزراء، ومن أيضا وزراء خارجية التشيك والسلوفاك، يعني كل أعضاء قمة فيشجراد مع مصر، الترجمة الفعلية اللي ممكن نجنيها من هذه الزيارة الأهمية اللي استمرت لثلاث أيام وكان فيها فعاليات كتير مهمة، هل هي ترجمة مساندة سياسية؟ هل هي ترجمة اقتصادية استثمارية زي ما الرئيس قال بشكل صريح انه بيدعو اوروبا، وهل انتم مستعدين كدول اوروبية ان انتم توفروا مناخ اكتر استقرار وفرص عمل اكتر وصحة افضل وثقافة احسن لدول المنطقة، علشان نبقى بنتكلم من منظور اشمل يخص الهجرة غير الشرعية؟ بص يا فندم، هو لا يخص الهجرة غير الشرعية بس، هو مش ده الملف الوحيد المشترك ما بيننا وما بين أوروبا. احنا في حضرتك ذكرت أكثر من ملف هامين جدا. النهاردة الفيز جارد أو الفيش جارد على حسب ما بنطق، يعني جروب بولندا التشيك المجر، في أربع دول مع بعض، أوكي؟ الأربع دول دول حطوا أولوياتهم بالنسبة لقربهم الجغرافي في القارة الأوروبية وتشابه ظروفهم الاقتصادية مع بعض، وإحنا يمكن نكون أداءنا الاقتصادي أحسن من بعض الدول دي، بل يعني ممكن نستفيد منهم اقتصاديا. هقول لحضرتك في إيه. التجمع الفيز جارد ده حطوا لنفسهم أولوية، مش هقولك إن هي بعيدة عن أولوية الاتحاد الأوروبي، بس هما شايفين نفسهم أضعف من الدول القوية في الاتحاد الأوروبي على الرغم من انهم في الاتحاد الاوروبي، ولكن المجر مثلا ما هياش في اليورو زون، اوكي، لان هي اقتصاديا لسه ما اهل مش مؤهله ان هي تخش اليورو زون، ورفضت كمان تمام، لان الاتحاد الاوروبي بيحط بعض المعايير عشان تخش اليورو زون او منطقه اليورو، ان يبقى فيه الوحده العمله الموحده ما بين الدول الاوروبيه.
فالنهارده علشان لازم معدل التضخم ما يزيدش عن 3.6% لاي دوله راغبه في الانضمام لليوروزون، فهم عندهم اداء اقتصادي مطلوب منهم يتحسن اكتر اكتر، فاحنا ممكن نكتسب منهم خبره اقتصاديه بل ونتعاون اقتصاديا بحيث ان هم يقدروا يحققوا هدفهم مصلحة الدولة عندهم ان هم يدخلوا الاتحاد الاوروبي او الوحدة المعاملية، يدخلوا اليورو زون مش الاتحاد الاوروبي نفسه، اليورو زون الوحدة الموحدة العملة الموحدة، ممكن نستفيد من التجارب الاقتصادية بتاعتهم وهم يستفيدوا مننا، لان انا بقول لحضرتك احنا ادائنا الاقتصادي بالارقام احسن من بعض الدول اللي في الفي فور تمام، بس احنا محتاجين النو هاو في حاجات كتير جدا. فالنهاردة الفي فور محتاجنا ومحتاجنا، محتاجنا أمنيا طبعا لهجرة غير شرعية، دي عاملة لهم أزمة سياسية كبيرة جدا دوماستيكلي أو بالداخل عندهم، دي أزمة سياسية كبيرة جدا. يعني حضرتك النهاردة الحكومة اللي متشكلة في المجر دي متشكلة على حساب الزينوفوبيا، يعني إيه؟ يعني متشكلة على حساب الخوف من المهاجرين، لأن أنا بقول لحضرتك دي دولة أدائها الاقتصادي ضعيف فما عندهاش القدرة انها تستقبل العديد من المهاجرين، فطبيعي انها تلجأ لمصر اللي بتمثل نموذج ناجح في مكافحه الهجره غير الشرعيه في المتوسط. طب خليني اسال حضرتك بقى عن النقطه اللي حضرتك اثرتيها وهي نقطه شديده الاهميه، وهي فكره توطين التكنولوجي. الرئيس تحدث صراحه عن فكره معالجه الميه، الرئيس المجري تحدث عن ان مصر لابد ان تعيد استخدام مياه الصرف الصحي، كان في كلام عن الرئيس سيسي اشار لقدرة المجر على ايجاد بيئة زراعية لمنتج يحتمل الجفاف والملوحة. ازاي بقى يتم نقل هذه التكنولوجيا لمصر وايه الامارة لان هم فعلا هيبتدوا يعملوا كده؟ بص يا فندم، الأمارة الزيارة في حد ذاتها والتصريحات على الكلام المهم ده، لأن ده كلام طالع عن رؤساء دول وكلام طالع عن مسؤولين كبار ما بين أوروبا ومصر، فطبيعي إن هيكون بعد كده في آليات تنفيذ واستراتيجية لمتابعة التنفيذ بتاعة المشاريع اللي اتفقوا عليها. وحضرتك قلت إن زيارة 3 أيام كان فيها ملفات كبيرة جدا. معالجة المياه مهمة جدا بالنسبة لنا النهاردة، بس لو ما احنا اللي ناقصنا فندم، انا هقول بلغة مبسطة جدا عشان المشاهد، احنا فعلا اللي ناقصنا التكنولوجيا. حضرتك عندك موارد بشرية وعندك موارد طبيعية، احنا عندنا موارد مائية الحمد لله، يعني ربنا ما ينقص المياه من عندنا، عندنا موارد مائية، عندنا موارد اراضي زراعية، عندنا موارد بشرية، عندنا فلاحين، عندنا مهندسين، عندنا اطباء، عندنا كل حاجة، ولكن ينقصنا التكنولوجيا. واللي ساعد الدول دي انها تتقدم عننا حتى لو كان ادائنا الاقتصادي احسن بالارقام هو ان هم قادرين يكتفوا ذاتيا في بعض الحاجات اللي بتحتاج للتكنولوجيا. انا مش محتاجه ارجع وادي محاضره عن الثوره الصناعيه في اوروبا، معروف ان حصل الثوره الصناعيه في اوروبا، نهضت كل الدول الاوروبيه، تشكل اتحاد، مصر مش هتطلع الا بالتكنولوجيا فعلا. واللي ناقصنا هو توطين التكنولوجيا. ليه؟ لان احنا بنصرف فلوس كتير جدا على استيراد الحاجات مصنعه، يعني احنا بنصدر موارد خام، الكلام اللي بيتقال من زمان، بنصدر موارد خام وبترجع لنا مصنعه بنصرف فيها اكتر. سياده الرئيس السيسي النهارده عايز ان احنا نتغلب على القصه دي، وعارف كويس جدا ايه اللي فايتنا واللي فايتنا في ايد الناس دي يا فندم. اللي فايتنا هي التكنولوجيا اللي تساعدنا على معالجه الميه، مياه الصرف، من غير ما تتسبب في سرطانات ومن غير ما تتسبب في مشاكل صحيه كتير للمواطن. مش هبقى بعالج مشكله الميه واجي بعد كده، فمحتاجين التكنولوجيا اللي تساعدنا ان احنا نعالج مياه الصرف وان احنا نكتر من صادراتنا الزراعيه، لان احنا عندنا اراضي زراعيه كتير، بس محتاجين التكنولوجيا. النهارده الدنيا بتتقدم، والمصري من قدم الزمن بيستثمر مجهوده في الزراعه، ولكن النهارده فعلا فايتنا كتير بسبب التقدم التكنولوجي. طب خليني اسالك بقى على في الحته دي خليني اسالك على حاجه مهمه في الحته ديت، باعتبار حضرتك يعني لفت نظري اسم المركز لحياتك المدير بتاعه المركز الاوروبي الشمال افريقي. خليني اسالك، هل احنا لم نعد نخشى التكنولوجيا؟ احنا زمان كنا نخاف قوي من مكنه كمبيوترايز نعطل كلنا مهندسين وفنيين وبتاع،
احنا عندنا دلوقتي بقى عمال، عندنا بنتكلم على فلاحين، بنتكلم على جمعيات زراعية وتقاوي ومية معالجة والدولة كوزارات وكده مش بتعمل كل حاجة. فهل احنا اصبحنا لا نخشى التكنولوجيا؟ هل اصبح عندنا قدرة كمواطنين مصريين زي ما عندنا قدرة على اننا نفهم حتة الحديدة دي ونطلع منها اقصى ما يمكن ونضيع فيها وقت، ان احنا كمان نتعامل مع حتت حديد اخرى عشان تسهل حياتنا، تزبط لنا مواعيد الري، تسهل لنا مسألة الوعي في الزرعة ومحتاجة ايه وقبل ايه وهكذا بقى الى اخر هذه الاشياء؟ عشان الكلام ده مهم جدا للمواطن العادي. النهاردة احنا بنشهد بناء سياسات بتنعكس على المواطن العادي. حضرتك بتقول نخشى التكنولوجيا، المصري عمره ما وقف قدام قطعة حديد. احنا يعني مثال معروف للجميع، احنا بنجيب السلاح من بره، بنكون احنا اكتشفناه قبل ما ندرب عليه. المصري مش هيقف قدام التكنولوجيا، واحنا ما ينفعش نخشى التكنولوجيا انيمور، يعني ما ينفعش نظل نهاب التكنولوجيا او التغيير التكنولوجي، لان كل الادوات القديمه والاليات القديمه للزراعه مهما كانت قديمه ومتعودين عليها طول عمرنا، فهي لازم النهارده نتقدم علشان نغطي سعه السوق، عشان نكتفي ذاتيا. ما هو انت لو ما اتطورتش وما دخلتش التكنولوجيا في الزراعه وفي النقل وفي في كل حاجه لا هنتقدم. احنا ما ينفعش يبقى عندنا خشيه من التكنولوجيا، واظن ان في جرأه من الدوله المصريه. في حضرتك النهارده، هو كان المصري العادي يعرف يعني ايه شمول مالي؟ احنا النهارده بنعمل شمول مالي. النهارده المواطن المسن او الشاب قدر يستوعب انه يستخدم الكارت ويسحب معاشه او يسحب مرتبه، وقدرنا واحده واحده نتقدم. دي مسؤوليه الدوله ومسؤوليتنا احنا، ان احنا نسعى ونزق في ان يبقى عندنا التقدم. اللي بص يا فندم، انا كنت هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اوروبا عارفه كويس جدا ان كل ما ينقص افريقيا هي التكنولوجيا. افريقيا غنيه جدا بالموارد الطبيعيه، وطبعا مصر دوله افريقيه تمام، وغنيه جدا بالموارد البشريه. أنا هقول لحضرتك كلمة بسيطة جدا، أفريقيا ممكن تاكل أوروبا والسوق الأوروبية إن ادونا التكنولوجيا. النهاردة مصر بتسعى في مقدمة الدول الأفريقية أساسا إنها تدخل التكنولوجيا ليها وتوطنها في مصر، بحيث إن احنا بعد كده نبقى بوابة لأفريقيا لتصدير التكنولوجيا ليها. الكلام ده محتاج سنين طويلة، لأن في قطاعات كبيرة محتاجة رقمنة وداتابيز وتكنولوجيا، وتشوف الالات والمعدات الجديده. احنا مش بنتكلم بس في ادوات والات ومعدات جديده، احنا بنتكلم في ابلكيشنز وانترنت. وحضرتك النهارده كل فلوسنا متوصله بنظام واحد. طب خليني اسالك على حاجه النهارده لو ما عملناش ده، خليني اسالك معلش على حاجه اخيره عشان الوقت ما يجريش مني. طبعا كان في تقدير لدور مصر في القضيه الفلسطينيه، معلش مش هتكلم فيه لان بنتكلم فيه لما نيجي نتكلم عن فلسطين وله يعني فقراته الكامله. لكن خليني اسالك بقى موضوع سد النهضه اللي الرئيس يعني حط هذه الدول امام مسؤوليتها. هل تستطيع دول فيش جراد ان هي تدعم مصر بشكل ما في هذه القضيه؟ ده اخر سؤال بقى. بص يا فندم، استقرار وامن مصر النهارده بقى على اولويه الاجنده الاوروبيه. صح. فاي حاجه هتمس امن واستقرار مصر، لو مصر دخلت في حاله واعوذ بالله حاله حرب او حاله عدم استقرار او اي حاجه، اوروبا عارفه النهارده الثمن اللي هيدفع كويس جدا. اظن ان ال 10 11 سنه اللي فاتوا دول ما راحوش هباء، والاوروبيين بيتعلموا كويس جدا من الدروس، وقائدين السياسه والعلاقات الدوليه في العالم يعني، فهم عارفين كويس جدا الثمن اللي هيدفع. واظن كل الاضطرابات اللي بانت في المنطقه بعد ما يسمى بالربيع العربي، الثمن اللي دفعوه يا فندم هيخليهم هم النهارده يحرصوا على امننا واستقرارنا اكتر مننا احنا نفسنا. فداخل الاروقه اكيد اكيد مصلحه مصر متشافه. اوروبا طلعت بتصريحات رسميه او ما طلعتش بتصريحات رسميه، عارفه حاجه مصر الماسه للميه، وعارفه عدد البوبوليشن في مصر ان احنا 100 مليون، وعارفه نسبه الفقر. هم عارفين كويس جدا ان امن واستقرار مصر، وعلى السنتهم تم توضيح ذلك
النهاردة إن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار أوروبا. مشكورك جدا يا دكتور، شرفتينا. الله يعزك يا فندم. جزيل الشكر لدكتور سارة كيرة، الباحث في الشأن الأوروبي ومدير المركز الأوروبي الشمال الإفريقي، حول زيارة السيد الرئيس للمجر. والحقيقة أنا قلت لحضراتكم أنه المجر ليس لها ممر أو مجرى مائي على البحر، وعشان كده تقدر تماما الجملة اللي قالها الرئيس في أنه أراضي مصر 95% منها أراضي صحراوية، ونحن بنعمل على وجود مدن جديدة ومد المية لهذه المدن. طبعا احتياجات السكان اللي هيسكنوا في هذه الأماكن واحتياجات المشاريع والمصانع والقرى السياحية و فهي مقدرة ده إلى حد بعيد. وفعلا زي ما قال الدكتور سارة، المهم في الموضوع أن أوروبا أصبحت تقدر أمن مصر، فكل القضايا اللي تخص مصر والرؤية المصرية لهذه القضايا تتبناها بالفعل أوروبا. وطبعا خدوا بالكم النقطة المهمة اللي قالتها عن توطين التكنولوجيا، مش هتديه لأفريقيا كلها، وده هياخد وقت طويل بس، وكمان في تفاوت ما بين الدول اللي بقت مستعدة لتلقي هذه التكنولوجيا. ما هو توطين التكنولوجيا معناه ايه؟ لو انت ما عندكش بنيه تحتيه تكنولوجيه مش هتقدر تستوعب ده، زي واحد ما يعرفش يكتب ولا يقرا وانت بتتكلمه عن النانو تكنولوجي. فالمساله اصبحت ان مصر تكاد تكون هي الدوله العربيه او الافريقيه المؤهله لهذا التوطين، عشان كده الرئيس ما بقاش يطالب بهذا التوطين الا بعد ما اسسنا وزبطنا وعملنا بنية تحتية تكنولوجية وعملنا رقمنة وطورنا قطاعات كتير، نستطيع بالفعل ان احنا ننقل تكنولوجيا متطورة من دول متقدمة الى مصر. بشكركم جدا، بكرة ان شاء الله حلقة جديدة، تصبحوا على خير.